رميتي هذه؟ انهض يا ماجد انهض، هناك متسع من الوقت. ممتاز يا ياسين، هيا تحرك. علي بطل جديد، هيا بر يا جراندايزر، عدوك فاحذر، سلح نفسك، فاضل في الدفاع. عدنان، هل تملك قاربا نذهب به إلى جزيرة بعيدة؟ عندي قارب أذهب به إلى الصيد. انظري إنه هناك. أيمكن الإبحار به إلى أرض الأمل؟ إلى أرض الأمل؟ سنسافر. ألا تخجلون؟ أنتم تضيقون الزنفورة، اذهبوا إلى أعمالكم. تقدموا وقاوموا وهاجموا واتحدوا، اتقوا لكم عام تمضي والدنيا أسفار، فلنقرأ فيها عن قصة عسار. شو عم تعمل يا سيد المفاهيم؟ عم تتفرج على أفلام كرتون تبع أيام الزمن الجميل؟ لي على قطاطك. لا شلون لا، ليتني شايفك عم تتفرج على جراندايزر والرجل الحديدي وفاتح اكتر من فيلم باكتر من ويندو نافذة. انت غلطان كتير، انا عم حاول لاقي حل سياسي للوضع السوري. بلاها بلاها الحركة، عم تسلب علي، شو دخل افلام الكرتون بالسياسة؟ خيو تعال لقلك، انت شايف انه حياتنا اليوم ابعد بكتير عن افلام الكرتون؟ لا، لسه حياتنا كرتونية أكتر من كل أفلام الكرتون. يعني نحن منعاني باللجوء أكتر من هايدي وبيل وسيباستيان وساندي بيل، وثورتنا طولت أكتر من الليدي أوسكار، وأهدافنا طول تحقيقها أكتر من الكابتن ماجد والكابتن رابح وأبطال الملاعب كلهم سوا. بقى برأيك ما رح ألاقي الحل بأفلام الكرتون مع الشناكل؟ ليك شو مان، you are losing it، مشان هيك رح بلش الحلقة. سلام. هذا مو سوء تقدير، هذا تقدير سوريالي، كلام من الواقع يعكس واقعنا الانعزالي، فسر مثل ما تفسر يبقى المعنى قلب الشاعر، مستر كونسبشن يطرح افكار مفهومة من العاقل. ميس كونسبشن على هوا راديو سوريا، خليكم معنا لنعرف شو هي ميس كونسبشناتنا لليوم. عدنا إليكم من جديد، أنا وجورج، وحلقتنا عن علاقة السياسة بأفلام كرتون الزمن الجميل. ويلي عم يسمع حلقتنا اليوم من جيل التيلي تابيز يسكر مباشرة لأنه ما رح يفهم علينا ولا كلمة. المهم، في رابط سري وفقاً لنظرية المؤامرة الكونية على سوريا بين السياسة بسوريا وأفلام الكرتون، لأنه عن جد وجعنا أكبر من أفلام الكرتون. بس نحن عملنا حلقات سابقة بعنوان السياسة السنفورية، وعملنا حلقة عن توم وجيري والسياسة، بقى شو الجديد بدنا نقوله بهالحلقة؟ على ما يبدو ما رح تخلص هاي الحلقات، لأنه على ما يبدو السياسة السورية بعمومة مستمدة من أفلام كرتون، وعلاقة أفلام كرتون بالسياسة السورية علاقة وطيدة. طيب ليك خيو، من الأول بدي أسألك، شو سوء الفهم الحاصل بهي السياسة؟ لأنه شكلها سياسة فتنة بالحيط مرة تانية. بس مو نحن الفتنة بالحيط. أها، أنت تسأل وأنا أجيب يا عزيزي. هذا يا سيدي سوء الفهم الحاصل هو من قبل المعارضة، لأنه على ما يبدو أنه النظام مستوعب استيعاب شديد العلاقة بين أفلام كرتون والسياسة. بس المشكلة عند المعارضة يلي ما عم تلاقي هالرابط، لأن المعارضة السورية ما كتير شاطرة بأفلام كرتون، فحصل سوء الفهم بالسياسة. هلأ بشرفك يعني عم تخبرني أنه المعارض السوري محمد العبد الله، ولا المعارض إياد شربجي، ولا غيرهم من المعارضين الشباب الأشاوس ما شافوا أفلام كرتون هنين والأطفال؟ ليش هدول شو بيحلوا بيربطوا؟ أيوة هدول لا بيحلوا، بس المشكلة يلي بده يربط. يعني أنا بدي رد على سؤالك بسؤال،
المعارض خلدون المالح ولا المعارض هيثم مناع ولا برهان غليون، شافوا أفلام كرتون وهنن صغار؟ لك يا سيدي وهنن كبار، شافوا مثلا توي ستوري أو أي فيلم من أفلام كرتون؟ بهي معك حق والله. مشان هيك رح أقسم هي الحلقة لعدة أقسام لنشرح للمعارضة السورية أفكار علاقة أفلام كرتون مع السياسة السورية. يا سلام، وهي قعدنا وهي كيس بزر. الفكرة الأولى بعنوان سياسة الكابتن ماجد وسياسة حافظ الأسد. هاي السياسة مبنية على البال الطويل، فبمشاهدة كل من وزراء خارجية سوريا بداية من الشرع وصولا للمعلم بتلاقي قديش هاي السياسة مبنية على البال الطويل. تستقي إحداثياتها من مسلسل الكابتن ماجد الشهير، فبهذا المسلسل يا أما بمل المشاهد أو بمل اللاعب يلي هو الكابتن ماجد أو بمل الرسام يلي عم يرسم الحلقة. بس ما حدا بمل، ما حدا بمل تماما. وبين المباراة والمباراة بتمر أحداث سياسية كبيرة، بين شوطة الكابتن ماجد وانهيار جدار برلين وانتهاء كؤوس العالم وحروب لبنان لسه الكابتن ماجد ما شاط الطابة. لا مش مزكا السياسة، يعني مع عرض هالمسلسلات تربينا على هاي السياسة، طلع بالنا أقصر من هاي السياسة مشان هيك صارت الثورة. بس بالمقابل لساته النظام عم يشتغل مع سياسة الكابتن ماجد ويشوط على مهله. حلو، رح سجل هاي النقطة عندي مشان ما نمل في المرات القادمة. الفقرة الثانية هي توم وجيري والمعارض السوري. هاي السياسة انعكست بشكل لطيف على جو المعارضة يلي كانت كل عمرها مفكرة حالة جيري يلي عم يهرب من القط. القط لفة. حاضر. المعارضة الكلاسيكية أو اللاسلكية حاولت تلعب دور جيري المستغيث بالكلب بمسلسل دوم وجيري، بس ما زبطت معه لأنه الكلب بالحياة الواقعية ما عبره. الكلب The dog. Le chien. شو الكلب الألماني دخله؟ دير هوند. المهم ما عبروهن كل كلاب الحارة وظلت المعارضة الكلاسيكية لاسلكية. لاسلكية بس عم تقبض. مشان هيك كانوا مفكرين حالهم فهمانين السياسة على الملعب السوري، بس هنن الصراحة مو فهمانين لا توم ولا جيري ولا من رجليهن. And that takes us to الفقرة الثالثة بعنوان جونجر وغريندايزر ومحور المقاومة والممانعة. هاي الصور ارتبطت بذهن الأطفال والكبار بصور الشخصيات القادرة على تحقيق التغيير. هلأ صحيح في شخصيات من الخيال العلمي، بس يعني كمان للأمانة محور المقاومة والممانعة هو من الخيال العلمي. طيب خيو ليش مو سوبرمان مثلا أو باتمان أو الرجل العنكبوت؟ أول سبب لأنه هدول صناعة أمريكية والعياذ بالله، وبتعرف أنه محور المقاومة ما بياخد بضائع أمريكية ولا بيشرب كوكاكولا. ومن جهة تانية الأبطال اليابانيين جونجر وغريندايزر فيهم أبطال الممانعة والمقاومة يتماهوا معهم تحت عباءة هذا المجسم الكبير الهائل المعدني، يعني آلي ورداء بيخبي كل عيوبهم. أما إذا بدهم يلعبوا دور أبطال خارقين مثل سوبرمان وسبايدر مان فما رح تزبط معهم. يعني تخيل لي مثلا، تخيل قائد فيلق القدس الإيراني لابس سبايدر مان، أو مثلا أحمد نجاد سوبرمان. جاوبني بزنتك، جاوبني إذا بتقدر كيف رح يطلعوا. سو سكسي مان. أو تخيل لي مثلا الأب القائد وأولاده بدور فانتاستيك فور. بزنتك. أو مثلا وليد المعلم بدور الرجل الأخضر هالك. That is so سكسي مان. عيني. أما الفقرة الرابعة فبعنوان ساندي بيل وهايدي وبيل وسيباستيان واللاجئ السوري. هاي رح أتركها لسوء التقدير، فروح لشي غنية أحسن ما تفقع في القضية. بلش فكر إنك كيس مليان فيك العقل والروح اسمك إنسان
ها نحن ذا على دروب كنزنا. وهي كمان ممكن نقراها من وجهة نظر سورية، بس على كل حال بفقرة سوء تقدير رح نحكي على الفقرة الرابعة يلي عنوانها ساندي بيل وهايدي وبيل وسيباستيان واللاجئ السوري. شو صعب هالعنوان. بزغرنا أدخمتنا القناة الأولى السورية بعدد من الحلقات الطويلة لأطفال معذبين على الأرض، قصص حزينة بكتنا ونحن صغار وانحفرت بذاكرتنا عذابات هدول الأطفال وتجوالاتهم. بس هون كان سوء التقدير إنه ما كنا كلياتنا كسوريين عارفانين إنه بيوم من الأيام رح تكون قصص السوريين أصعب وأقسى بكتير من كل هالمسلسلات والأفلام اللي شفناها. سوء التقدير انه نحن بكينا على اطفال الكرتون هدول، بس اليوم ما عم نلاقي مين يبكي علينا. لا تخاف بكره بتهون لحروق، حروقك من نار بتنور الدروب. ارفع راسك واستنشق الهبوب يا غالب، أحسن ليالي المغلوب. عيونك انفتحت لدروب جداد، وعودك صار يقدر يهد جبال. والنيالك أخوي يا مغلوب، نيالك نيالي وحياتك، أنا زيك نيالك نيالي. وصلنا لفقرة الميسكونسبشنات، ولكن للأسف ميسكونسبشناتنا لليوم ما فيهن شي بضحك. سوء الفهم الأول يلي حاصل اليوم إنه رحلات القهر يلي عم نطلع فيها بالبر والبحر ما رح ينعمل لها أفلام كرتون، لأنه ما في قلب طفل رح يتحملها. سوء الفهم الثاني إنه العالم اليوم عم يتفرج على كل شيء عم بصير بسوريا ومفكره مسلسل. سوء الفهم الثالث يلي راح راح وما رح يرجع ينعاد ببداية الحلقة القادمة. سوء الفهم الرابع بهاي السياسة، أبطال المسلسل السوري من ثورة وحرب وهجرة ما رح يرجعوا كأبطال بغير مسلسلات، بس يلي ضال لهلأ بالمسلسل الكرتوني السوري هو البطل الشرير. سوء الفهم الأخير يلي صاير بهاي الحلقة أنه نحن بشر ما لنا أفلام كرتون، وما في علاقة بين السياسة وأفلام الكرتون. هذا مو سوء تقدير، هذا تقدير سوريالي، كلام من الواقع يعكس واقعنا الانعزالي. فسر مثل ما تفسر يبقى المعنى قلب الشاعر، مستر كونسبشن يطرح افكار مفهومه من العاقل. هذا البرنامج من انتاج راديو